لأن إذا تفكر في آيات، إذا تدبر آيات الله سبحانه وتعالى وتفكر فيها، يفتح الله تبارك وتعالى له الطرق ويرسل إليه الواردات العرفانية التي تبين له كل الحقائق وتكشف له كل زيف. من هنا يعرف مداخل الإنسان ومخارجه. نضرب مثال، أحد الشباب الذاكرين، أحد الشباب عنده شيء من العوارض، قلنا له اذكر كذا لفترة كذا، ذكر الله سبحانه وتعالى يتعب الشيطان ولا ما يتعب الشيطان؟ يتعب الشيطان، حتى نتبين أن الشيطان جاهز وحاضر ومتربص ورفيق في الدرب، حتى نتبين. زين، ننظر إلى هذا المشهد، هذه القصة. يقول: رأيت في المنام رجل بهيئة طيبة يقول لي: خلاص يكفيك، انتهى كل شيء، يعني قضيت على العوارض، قضيت على الشيطان، يكفيك، يكفي، خلاص انتهيت. بالله عليكم، فكرة عاقل، نظرة عاقل إلى هذا المشهد الذي أتاه، صالح ولا شيطان؟ ها؟ شيطان. لأن الذكر قضية لا تنتهي. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا غير منقطع، لا في اليوم ولا في، خلاص يكفيك. معناها في تلك المرحلة وصل الشيطان إلى أنه لا يستطيع أن يقاوم، خلاص بدأ يضعف، فلم يجد سبيلا مع هذا الإنسان الذاكر المصر المتحدي المكافح المنافح المجاهد المقاوم، لم يجد معه سبيلا إلا أنه يأتيه على هيئة رجل صالح ويقول له: توقف، خلاص أمورك طيبة، أنت خلاص بلغت، شوية باقي لك عن سدرة المنتهى، قاب قوسين أو أدنى. بعض الناس يقول: كيف الإنسان إذا كان يريد أن يذكر الله سبحانه وتعالى بطريقة ممنهجة وخطة واضحة، كيف يحتاج، لازم يحتاج إلى مرشد ولا يحتاج إلى شيخ يعني يسترشد به ولا يرجع إليه ولا كيف؟ نقول: واقع الحال يثبت أن الشيطان يلعب بالإنسان لعبا، يبدأ الإنسان ذاكرا ثم يصبح دجالا، يبدأ ذاكرا ثم يصبح دجالا، يلعب على الناس وبنات الناس.